طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم الخميس 1 فبراير 2018، والفيديو ده مقصود به الحق أدارك لي نقطة مهمة جدا جدا الناس ما منتبهين لها. أتمنى إنه لو في زول متابع الفيديو يعمل لايك وشير عشان ما يحصل له انتربشن. الفيديو ده أصلا عن المقاومة وعن بناء البلد وعن دور كل واحد فينا كسوداني وسودانية في التغيير. في نحن بننشد التغيير ودارين الحكومة الظالمة الفاسدة الفاشلة في السودان تتغير، لكن الواضح انه بنعمل لنا معارك جانبية مع بعض ما في لها داعي. كل واحد فينا بيحاول يحبط من الثاني، وبالتالي الحكومة والأمن وإلى آخره برضو بيستثمروا في اختلافاتنا دي مع بعض. بشوف لي تعليقات كثيرة جدا لما زول يكون عامل فيديو لايف ولا كده على نفس الوتيرة والنغمة بتاعت الحكومة، يقول لك يا أخي انتوا قاعدين برا دي المرطبين، ويا معارضة الفنادق، ويا مناضلي الكيبورد، وإلى آخره من الحاجات المصبطة والمحبطة على أساس إنه والله أنا السوداني اللي قاعد برا السودان ده كأنما أنا مواطن درجة تانية، أو كأنما أنا ما عندي حق إنه أتكلم في القضايا بتاعت البلد. والكلام ده طبعا فيه إشكالية كبيرة جدا جدا. لو نحن بنقاوم في الظلم ودايرين التغيير من أجل قيم ومسل نحن نؤمن بها، الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمساواة، يبقى بالتالي نحن ما بنقصي غيرنا. ما نحن مشكلتنا مع الكيزان شنو غير الإقصاء، وغير إنه لا أريكم إلا ما أرى، يعني عاملين فيها فراعنة وإنهم بيعرفوا أي حاجة ووصلوا البلد للمهالك. بالتالي يا اخواننا احنا ما نقوم نسلك السلوك بتاعهم، او لو هم سلكوا السلوك ده جو جداد الكتروني وحاولوا انه يعني يفرقوا فيما بين الناس ويقوموا يخطوا لهم تعليقات سيئه او كده، ما المفروض ان احنا نمشي في نفس النمط بتاعهم؟ احنا لازم ننتبه، لانه احنا يا اخواننا دايرين نكون مع بعض نتكاتف. ولو في زول من الناس ما مقتنع بانه الناس البر السودان السودانيين والسودانيات البر السودان ممكن يعمر السودان ويصلح حاله، لازم يعاين لإسرائيل. إسرائيل دي قبل 48 أصلا ما كانت دولة، ما كانت موجودة. خليكم من السودان العمر آلاف السنوات، السودان الحضارة والسودان التاريخ والسودان الجغرافيا وإلى آخره، الدولة ما كان موجودة أساسا، والمغتربين بتوعونا هم اللي عملوها. ولحد الليلة، لحد يوم الليل اللحظة دي بتكلم فيها دي في 2018، الإسرائيليين ولا اليهود الموجودين الصهاينة الموجودين برا المقتنعين بفكرة الدولة دولة الميعاد وإلى آخره، ديل بيدعموا وجود إسرائيل وبيعملوا اللوبي بتاعهم في كل الحتات، في أمريكا وفي أوروبا وفي غيره، وزالين الناس بالمحرقة والهولوكوست وإلى آخره. يبقى يا أخواننا الزول ما يحبط الزول الثاني، ما نبقى نحن عندنا الطريقة بتاعت الإقصاء بتاعت إنه والله يا أخي طالما قاعد برا مرطب، أنا قاعد برا عندي دور. الدور بتاعي ده أولا إنه أنا أساندك وعاضك وأكون معاك واقف معاك، تمام؟ مش بالطريقة بتاعت إنه والله يا يعني يا أنت أخوي ولا ود عمي، لا، دي واجبات وحاجات ما يعني ما بتعتبر تبع الأمر المقاوم. لكن ممكن أساهم مساهمة غير مشروطة للناس الشغالين في أرض الواقع في الواطة، الناس اللي قاعدين بينظموا وقاعدين بيطلعوا، والناس اللي بيقوموا يعتقلوهم، والناس اللي بيقوموا يعني الواحد بيكون انقطع طريق العيش بتاعه. دي مسؤولية مجتمعية للناس اللي قاعدين برا، سواء كان بطريقة فردية انك بتدي زول مساهمة يعني طلع لك مرتب يستقصد زول يستهدف زول شغال في اي مجال من المجالات اللي انت بتشوفها انها كويسة. يا اخوانا بالمناسبة الدعم الاجتماعي لا يقل اهمية عن الدعم السياسي. الدعم الاجتماعي مهم جدا جدا. الليلة لو لقيت لي زول ناشط مثلا في 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 رعاية الأيتام، ودي حاجة بتهمني أنا أنور، ده يا أخي أنا الزول ده أقوم أخصص ليه وهو في شخصه، لأنه تذكروا حاجة واحدة، الزول ده هو مؤثر على ناس كتار جدا جدا وبيخدم ناس كتار جدا جدا. الزول ده لو اختفى في ناس كتار جدا ما هيتخدموا. وأنا قبل كده ضربت مثل بأحمد الصيني مؤسس شارع الحوادث، وضربت مثل بناظم سراج اللي هم الشباب بتوعنا المنظمة اسمها شنو المهم، وفارس النور اللي هم منظمة مجددون، وعدد كبير جدا من الشباب ده شغالين شغل اجتماعي عظيم جدا جدا
لا ممكن يكون فيهم واحد ضد الحكومة، واحد تبع الحكومة، واحد محايد ما عنده قضية لا بيده لا بيده، لكن قاعد يخدم خدمة اجتماعية كبيرة جدا جدا. الناس زي ما المفروض ان احنا نفرط ونخليهم يقتربوا، ليه؟ لانه وجودهم هم في السودان، الا لو كان ده خيارهم لو هم دايرين، لكن ما نخليهم يتعاصروا اقتصاديا لدرجة انهم يقوموا يهربوا من السودان. بالتالي ان احنا هنا كاننا القضيه اللي كنا بنتكلم عنها بتاعت الايتام ولا بتاعت المشردين ولا الاطفال والى اخره، ان احنا خدنا القضيه بتاعتنا وقاعدين نعاين فيها. شايفين الزول روحه مارقه وشعلط المواصلات وما لاقي، ما قادر يحقق احلامه ويعمل حاجاته، وان احنا قاعدين نتفرج. بالتالي منو الزول ده فشلوا؟ ما فشلوا السودان، فشلوا الناس الممكن يدعموه وهو قاعد في حتته، المغتربين وغيرهم. المغتربين يا اخوان الموجودين برا السودان عندهم أهمية كبيرة جدا جدا، لو بقوا واعين وبقوا منظمين وحاولوا إنهم يتفقوا ويتعاونوا. يا أخوانا بلدنا دي محتاجة شغل كثير جدا جدا. الكيزان ديل ما قدر، والكيزان ديل مناسبة والله ما أقوية، والله ما يعملوا فيها شيطان رجيم وبتاع، وده أكبر الأنظمة وأعتاها. الاتحاد السوفيتي يا أخوانا، الاتحاد السوفيتي انهار، ها؟ الأسقري بادي مصر فيها مخابرات خطير، انهار برضو حسني مبارك وغيره. شفنا نحن طبعا على عبد الله صالح، وشفنا القذافي وكده، والبشير والله ما بعيد من الكلام ده. اني لك ناصح امين يا عمر البشير، يا اخي سلم الموضوع ده وحاسب اي مفسد وبتاع، يتطلب الله فرتك يعني، شوف حياتك بعد ذاك. لكن والله العظيم تستناه لحد ما تنهار، والله العظيم، والله انا متاكد في ناس بتطلعوا في بطنك دي يطرشوك عديل، الاكلته بالحرام ولا الاكلوا غيرك ولا ناس ثاني بالحرام. بالتالي يا اخواننا نرجع نقول اي سوداني وسودانيه عندهم فرصه بتاعت مساهمه في الحراك الحاصل، ما بالضروري كلنا نكون قاعدين في ميدان الشعبيه ولا في شارع الجمهوريه ولا بتاع عشان نهتف ولا نتدقى ولا نعتقل، لا لا لا، كل واحد فينا، في واحد فينا ماسك له طباشيره يدرس في ناس وهو مقاوم مقاومه عنيفه، في زول ثاني بيدفع شيرنج، في زول ثالث بيعلم، في زول رابع بيعمل، كل زول يعمل الجزء عليه. لكن الاهم من ده كله الزول اللي بيقدر يعمل حاجه يعملها ما يخاف، والى المستقبل بتاعنا حيكون مظلم، حيكون زي حاضرنا، حيكون مستقبلنا يكون افضل من الليله ومن امبارح. والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.